ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا المتقين. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما
يحلون وعاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين له سوء أعماله والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. الله
إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا
الثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من
أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم. حريص عليكم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. حبيبي صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد عشنا واستمتعنا بهذه التلاوة المباركة والتي شنف آذاننا بها فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرس قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي. وكان هذا على أحدث مكبرات الصوت والتي تتبع لصاحبها البشمهندس الشحات حامد المقيم ببرق العز. أما الفراشة الحديثة والإنارة الكبرى والبوفيه المرتب على أعلى مستوى فتتبع لصاحبها البشمهندس عادل الحاج عادل الغازي المقيم
طلحة دقهلية. شكر الله سعيكم جميعا، وإلى اللقاء إن شاء الله بعد صلاة العشاء.